قسي مع السيجارة أو قسي مع الجارو، نتابعها من الحسيمة في روبورتاج فؤاد العزوزي وعبد العالي مكاوي. قد لا يختلف مدخنان في كون أول سيجارة استنشقوا دخانها كانت أكبر زلة حولت حياتهم رأسا على عقب، هي قصة بدايتها متشابهة يحكيها المدخنون مع سيجارة أولى أدت بهم إلى الإدمان ومنه إلى تدهور صحتهم، كحالة هذا المدخن الذي لم يطل به المقام حتى أضحى مبكرا سريع المرض بالمشفى. شبلت واحد الكارو شعلت وجبت هكا وكنت ما فيش صافي، كملت الكارو مثل الكارو عاود جبتي واحد الكارو اخر نعاود صافي مشيت هكا كنكمي صافي، بقيت شي مده وكنت سمع ديك قلبي كيتحرق صافي، رميت الكارو كنمشي للسبيطار يقول لي يعني الا بقيت مازال كتكمي صافي غتموت. ومن المدخنين من وجد في ترك السيجارة الأخيرة صعوبة بالغة عكس السهولة التي وجدها في تدخين السيجارة الأولى والتي بدأت كلعبة للصغار في تقليد الكبار. حنا يا دري صغار ما فاهمين والو، حنا حاضي الحركة ديال المعلم، إن فوق كنخرجوا برا كنبقوا نهزوا العواد كنبقوا نقلدوه بالعواد. إوا هي ديك واحد الوقت كتوفر عندنا الفلوس باش كنشريو ديك الباكية الصغيرة فيها خمسة الكوار كنبقاو بعضياتنا، المهم ولينا اللي كيعرف يقلد راه مشيت بدي حسب الشخصيه ديالو، يعني بحال كتصوب واحد الشخصيه ديالك من خلال داك الصوره اللي كتاخذ من سميتو، وكتكمي بشويه بشويه كتكمي خزنه ما كتكميش قدام والديك اوتوماتيكمون. الوغ واحد الوقت كتحس بان راه ولات عندك الحاجه للكاره. الطفل في كما كنشوفوا في الايام الاولى كيخبع من والديه كيخبع من عائلته، ولكن ان فوا كيشد السيجاره كيبدا مدخن كتولي يعني السيجاره عنده عاديه وشيء عادي كما كنشوفوا، ومع الاسف كندقوا ناقوس الخطر وخصنا يعني نتصداو الدائره التدخين اللي مضره بالصحه. مضره بالصحه مفسده للعقل مضيعه للمال، فحذاري من اول سيجاره دخنها اطفال في عمر الزهور ففتكت باجسامهم والت بهم الى القبور. كيف لا والتدخين يقتل سنويا 5 ملايين من مدمن التدخين في كل ارجاء المعمور.